أرماك زينار خانو برا البيت أرماك ساعدوني بسرعة أنت أرماك تعالوا ساعدوني زينار خانو برا البيت تعالوا بسرعة أنت أرماك أرماك بنتي حبيبتي جينار خانو أرماك اتنفسي أرماك اتنفسي يا بنتي اتنفسي أرماك شو عم يصير معك يا بنتي أرماك اتنفسي يا ربي دخيلك يا ربي شو بدي ساوي يا ربي شو عم يصير يا بنتي يا ترى روحي نادي لفرال بسرعة حاضر جهاز الفيش مسحوب الفيش أرماك حبيبتي بترجاكي يلا اتنفسي مشان الله يا بنتي اتنفسي تنفسي حبيبتي أرماك يلا يا فرال تعال هون بسرعة أرماك تعالوا أرماك 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 ردي أرماك أرماك أختي أرماك أنت عم تسمعيني أرماك أرماك فتحي عيونك فرال أرماك عم تتنفس شي أختي مشان الله فتحي عيونك وحاولي تتنفسي أختي لقيت الفيش تبع جهاز مسحوب من الكهرباء دخيلك يا ربي ساعدنا ما بدي أخسر بنتي دخيلك يا ربي وقف جنب بنتي وساعدها بهالمحنة كينجار قول للرجال يجهزوا السيارات بسرعة واطلب سيارة الإسعاف فورا كينجار نيفرا يلا قولي شو اللي صار هون ما بعرف لما فتت على الغرفة ما كانت عم تتنفس ما انتبهت انه في شي جهاز مسحوب من الكهرباء اذا بيصير لها شي رح اقتلك بإيدي انت عم تسمعيني رح موتك نيفرا انا رح موتك وحياة الله جينال خانم انا ما سويت اي شي غلط عم تسمعيني فتحي عيونك أرماك سوي شي بسرعة أرماك ردي علي أرماك يا ربي أرماك. دخيلك يلا تنفسي أرماك أختي يا ربي دخيلك ساعد بنتي وقف جنبها دخيلك يا رب لا تتركها بهالمحنة أنا بترجاك يا رب ساعد بنتي كاميرا يا رب لا تتركها بنتي يا رب أنا ليش ما انتبهت أرماك أرماك أنت عم تسمعيني يلا تنفسي يلا حبيبتي تنفسي أرماك يا رب احفظ لي بنتي واحميها دخيلك يا ربي لا تحرمني من بنتي أنا بترجاك ساعدها وقف جنبها يلا أختي تنفسي يا ربي دخيلك احفظ لي بنتي بترجاك يا رب ساعد أرماك يا ربي دخيلك ساعدها أرماك يا ربي لا تتخلى عن بنتي أرماك يلا تنفسي يلا حبيبتي تنفسي دخيلك يا رب احفظ لي بنتي لا تحرمني أرماك تنفسي فرال ساوي شي بسرعة أختك عم تروح من بين إيدينا دخيلك يا رب أرماك بترجاك يا رب احفظها ساعد بنتي يا ربي بترجاك ساعدها دخيلك يا رب احفظ لي أرماك يلا تنفسي أرماك يلا تنفسي لشوف أنا بترجاكي أرماك بكفي لا تساوي هيك يلا تنفسي عم تتنفس عم تتنفس والله أرماك رجعت تتنفس أرماك يا عمري أنا ألف الحمد لله ألف الحمد لله أرماك ألف حمد وشكر يا ربي حبيبتي أرماك الفصعونة الحلوة حبيبتي نحن هون جنبك لا تاكلي هم أبدا فرال خلونا ناخذها على المشفى تحسبا لأي شيء أنا حكيت مع كينجار وهو خبر الإسعاف مناخذها بسيارة الإسعاف كتير خفنا عليكي سابك معي بعدين نيفرا رح دفعك تمن غلطتك جينال خانم أمي بكفي بقى لولا نيفرا ما كنا انتبهنا لحالة أرماك بس أنا كنت منبهة إنه تضل تنتبه على أرماك وما تتركها ولا لحظة بنتي وصلت لها الحالة لأنه هي أهملتها أكيد الفيش ما طلع لحاله خلاص أمي منشوف الكاميرا ومنعرف مين اللي سواها أنت ليش ما كنت جنبها؟ أنا بس عطشت شوي ورحت على المطبخ لأشرب مي ما كنت بعرف هيك رح يصير أرماك
حبيبتي؟ أمي أنا منيحة عن جد، ما في داعي نروح على المستشفى. لا الأحسن يشوفوك الدكاترة هنيك يفحصوكي. تعال كنان لا تتركني لحالي. ماشي مثل ما بدك. ممكن يساوي هيك شيء؟ ما بعرف بس رح نعرف. عرفان مرسي نعم بك، جيب لي تسجيلات كاميرات المراقبة يلا فورا. لا تقلقي أمي اهدي. أمي يلا نفوت لجوا، انت كتير تعبت اليوم، نامي وارتاحي ماشي؟ لا ما فيني نام وبنتي بهالحالة، يلا خليهم يجهزوا السيارة بسرعة، أنا بدي روح على المستشفى كمان. سنان مثل ما شفتي أرماك منيحة، أنتي نامي وارتاحي. لا ما فيني ارتاح وبنتي بهالحالة، يلا سنان خليهم يجهزوا السيارة بسرعة مشان روح على المستشفى. ماشي أمي بتغيري ثيابك وبتروحي. تعالي تعالي. قبل ما تطلع نتائج التحليل والصور ما فينا نعرف شو وضعها بالضبط، ولأن ضلت شوي من دون أكسجين أكيد تأثرت أعضائها. خبروا يلي بالبيت يبعثوا لي تقارير يومية. الحمد لله على سلامتها. شكرا دكتور شكرا. منتبه إنه أختي وصلت لهي الحالة بسببك؟ لك كيف بتروح وبتترك أرماك لحالها؟ من هلأ ورايح إذا بدك تشرب كاسة مي بتطلب من الخدم. أنا مأمنك على أختي يا كنان بيك. استغفر الله، أنت مبسوط وهي بهي الحالة؟ انسى زواجك منا يا صياد السمك، أنا مستحيل أقبل أنك تاخذ أختي مني. اهدى شوي، أنا ما بيهمني هلأ غير صحة أرماكو بس. أعود وأهدى بقى. الو هزال، في موضوع مهم لازم نحكي فيه. عفوا بس مين انت يا ترى؟ لما نلتقي بخبرك كل شي لا تاكلي هم، بس الموضوع باختصار بخص ناز. ما فهمت عليكي. انا رفيقتها لناز، يعني نحنا كنا هيك من قبل. تعالي على الشارع تبع المقبرة، تعالي بسرعة، اكيد عندك فضول لتعرفي شو صار مع ناز. لا مستحيل، نحنا لازم نحكي. عم استناكي. يلا يلا
يلا تعالي. لا تخافي أنا ما رح أأذيكي، نحن بس رح نحكي مو أكتر. لا تواخذيني، كتير بتشبهيها لناز. قولي شو بدك لشوف؟ قلتي إنه ناز رفيقتك وعندك شي بخصها. كنا دائما نلتقي بس فورال منع لقائنا، كانت صديقتي المقربة. اسمعي شو بدي قلك، طول ما أنت جنبه لفورال حياتك بخطر كبير. أنا رح أعرف شو صار لناز، بس أنا بدي مساعدتك بالأول. ليش لحتى صدقك؟ لأنه أنت كمان عم تشكي باختفائه، لهالسبب رحتي لعند المحامي وأنت عم تتحري عن ناز. يا ترى أنت من وين بتعرفي كل هالأمور؟ لسه أنا بعرف كتير أمور تانية هزال. أنا بترجاكي صدقيني، أنا ما عندي أي هدف غير أني أعرف شو صار مع ناز وحاول أحميها. ثبتي لي هالشي اللي كان، ورجيني دليل وقتها بصدق كلامك. مين ممكن يكون سواها؟ مبين في حدا سحب فيش الكهرباء، أكيد ما رح ينسحب لحاله. آخ يا بنتي، آخ يا روحي، كم مرة قلت لك روحي واطمني على الأنسة أرماك، لو إنك رحتي قبل دقيقتين ما كان صار يلي صار. هلأ ادعوا إنه ما يصير لشي، وقال جنان خانم كانت رح تقول لكم كلياتكم من هون وإنتي رح تنبسطي. لك عن جد الله يسامحك، شو هالكلام؟ خلاص بكفي سكتي كأنه ما منعرفك. ما علينا، هلأ رح يشوفوا تسجيلات الكاميرا وبيعرفوا مين اللي ساواها. هلأ أنت وياها روحوا ناموا، يلا أنا برتب المكان. يلا بنتي قومي، يلا تعالي روحي نامي، أنت كتير تعبتي. يلا كيف يعني ما في تسجيلات عرفان؟ على الأغلب الكاميرات ما كانت عم تسجل بهداك الوقت. تتذكر صارت نفس المشكلة بكاميرات المراقبة بالتشيشمة. إمتى صارت هالحادثة عرفان؟ تتذكر التاريخ بالضبط؟ هالحادثة صارت قبل سنتين، بصراحة ما بتذكر بالضبط، على الأغلب باليوم يلي راحت فيه ناس خانوا. هزال أنت منيحة؟ مبين كأنه وشك مخطوف. عرفان جرب مرة تانية بلكي بتقدر توصل لشي. جربت، ساوي مثل ما بقلك وبس عرفان. حاضر سنان بيك. فورال عم يتصل. هزال الأفضل ما تقولي شي لأخي هلأ بلا ما يجن قدام أرماك. أنا بكرة بشوفه وبخبره. ماشي فورال، طمني أرماك منيحة؟ شو وضعها؟ أرماك منيحة وهي نايمة هلأ. وانتو شو ساويتو؟ عرفتوا شي من تسجيلات الكاميرات؟ لسه ما قدرنا نعرف أي شي، سنان عم يهتم بالموضوع لا تاكل هم. لما طلعنا من البيت نسينا ناخد التقارير تبع الأكسجة والضغط، صوريهم وبعتي لياهم. رح أبعتهم فورا. طيب ماشي. صحيح شو بدي أسألك هزال، لما فقت بالليل أنت ما كنتي جنبي، وين كنتي؟ ما قدرت نام فطلعت بس مشان شم هوا. طيب قابلتي كنان شي؟ هلأ وقتها السؤال فورال. حابب أعرف وين كان كنان وقتها، بدي أعرف إذا صياد السمك عم يقول الحقيقة ولا لا. إيه بتذكر شفته لما كنت نازلة من الدرج. ماشي. رح روح على غرفة أرماك. سلمى ليش عم تبكي؟ أنا زعلت على وضع الأنسة أرماك، بنت بريئة وحنونة وفي عندها قلب كتير طيب كبرت على إيدي. أنا بحياتي ما فرقت عن بنتي نيفرا، بحبها مثل بنتي.
لما شفتها بهديك الحالة ما عرفت شو بدي ساوي. لا تقلقي على أرمك، رح تكون منيحة ورح تتعافى إن شاء الله إن شاء الله. كمان الله يحمي كنان بيك ويوفقه، لو كان حدا غيره لكان راح وما قبل يتجوز بنت مريضة. هاد معناته إنه هو بحبها عن جد. أنا متأكدة وواثقة إذا هو ضل الآن سأرماك رح تتعافى من مرضه إن شاء الله. أنا عم أدعي من قلبي الله لا يفرقون عن بعض. طيب أنتي روحي غسلي وشك، فورال بده أبعت له تقارير أرماك، بصورهم وببعتهم وبرتب الغرفة. شكراً هذا الخانو. وينه يا ترى؟